جد لكم التحية. تواصلوا معنا متابعة برنامجكم تونسنا اليوم مباشرة على قناة تونسنا. إذا للتواصل معنا عندكم ثلاثة وسائل. الوسيلة الأولى هي الصفحة الرسمية لقناة تونسنا، وبرشة تعليق قاعدة على الصفحة الرسمية، ولكن في الحقيقة ماذا بينا تشاركونا أكثر إذا عندكم ملاحظات أو مشاكل كأحزاب سياسية كممثلين على المجتمع المدني عبر البريد الإلكتروني اللي هو الوسيلة الثانية تونسنا اليوم @gmail.com. ثم الوسيلة الثالثة هو الهاتف 28 500 652. نحكيه طوى اقتصاد بامتياز، نحكيه على مسألة الإصلاح الجبائي في تونس متى وكيف. يحضر معنا الخبير الاقتصادي معز الجودي. مساء الخير ومرحبا بك معز. عسلا وسهلا، مرحبا ياسين. شكرا على تلبية الدعوة اليوم، جبناك بشوية غصرة. مرحبا، على ذمتكم في كل وقت. يعيش كيف. كذلك يكون حاضر معنا ضيفنا مرة أخرى سي فيصل دربال، خبير اقتصادي. مساء الخير ومرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. هذا في انتظار وأنه يجينا رد من عند وزير المالية والاقتصاد وعبر الفريق العمل معاه. كما قلت خذينا وعد من عنده على أساس باش يكون حاضر معنا اليوم تقريب من الصباح، ثم في الأثناء جانا اتصال على أنه عنده مجلس وزاري، بالتالي ماذا بينا سي حكيم بن حمودة يدخل معنا حتى عبر الهاتف حتى نفيد أكثر المشاهدين ويقوم بالمشاركة في هذا الموضوع إثراء كما قلت المعطيات والتفاصيل اللي باش نحكيه فيها اليوم. ندوة في الحقيقة، أو خليني نقول لقاء، الموضوع الأساسي متاعه هو كان الإصلاح الجبائي في تونس. حضروا وزير المالية والاقتصاد سي حكيم بن حمودة، كذلك عدد كبير من المختصين في الشأن الاقتصادي. أهم ما تقال في مجال الجباية في تونس نسمعوا مع بعضنا، وبعد نبدأ الحديث مع المختصين النهائي اللي حاضرين معنا. إصلاح الواقع الجبائي وإرساء عدالة جبائية تكون أكثر نجاعة للدفع بالاستثمار إلى جانب الإعداد للمنظومة الوطنية الجبائية بهدف ضبط التوجهات الكبرى للنظام الجبائي في تونس. يوم 5 أو 6 نوفمبر قاعدين نعدوا للزاسيز ناسيونال دو لا فيسكاليتي. بقى التغييرات هذه كما تعرفوا، يعني وقت اللي نعملوا نظام جبائي ما يتعملش العام والعامين. توسيع القاعدة باش تدخل في القاعدة المتهربين تو الجبائيين، ومعناها السوق الموازية باش يتم توزيع عادل للعبء الجبائي، وبالتالي يخف العبء على المؤسسات اللي هي تو تتحمل في العبء الكبير. في ظل ضغوطات المالية العمومية وتفاقم العجز المالي والتجاري، تعمل وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع أطراف الحكومة والبنك المركزي لإيجاد حلول سريعة للحد من هذا العجز. بالنسبة للقانون المالية 2015 احنا يعني في قاعدين هناك متقدمين يعني في الإنجاز متاعه. الاختيارات ستكون تقريبا نفس الاختيارات، دعم الاختيارات اللي مشينا فيها، واللي هي الواجب الجبائي، واللي هي الاستثمار والإصلاحات الهيكلية. تشوفوها يعني في اللي مزيور قاعدين باش ننتهيوا فيهم، ثم كذلك الجانب الاجتماعي. اجتماع ان شاء الله قريب، يعني مجلس وزاري مضيق على مسألة، ماهوش مجلس الوزاري الأول يعني في إطار مسألة الميزان التجاري، غدوة إن شاء الله. كما انطلقت وزارة الاقتصاد اليوم في تطبيق معلوم المغادرة في جميع المطارات والمناطق الحدودية الذي سيوفر حوالي 150 مليون دينار للدولة. بالنسبة للسنة كاملة نجم يوفر تقريبا حتى 150 مليون دينار، وهو يعتبر معناها مساهمة هامة معناها في تمويل معناها المالية العمومية. مخاطر جدية تهدد التوازنات المالية خاصة على مستوى القطاع الخارجي من خلال التدهور المتزايد للعجز التجاري، خاصة في ظل تقلص نسق الصادرات الذي قد يحتد خلال الأشهر القادمة مع احتمال تعطل انتعاشة في منطقة الأورو. اليوم تقريبا ولات ضرورة باش نحكيه على العدالة الجبائية في تونس، أو التهرب الضريبي والتهرب الجبائي، لأنه في الحقيقة كما يقول المختصين معز الجودي فيصل دربال أو غيره من الخبراء في الاقتصاد، وأنه الوضعية معناها وصلت إلى أمباس، خاصة وأنه الاقتصاد نتاعنا ما عادش ينجم يحتمل أكثر ديريسك. دونك الندوات كثرت، وحتى المادة الإعلامية ولات كبيرة في هذا المجال، مجال الجباية. خليني البداية تكون معك سي فيصل ثم نجيك سي معز. ومعلومة أنت كنت مشارك وحاضر في ندوة اليوم،
تقريب خلينا نقولوا الإصلاح الجبائي مهم ونحكيوا عليه، لكن نعاود ونقولوا التشخيص اليوم نتاع الوضع أو المنظومة الجبائية في تونس شنو هو الواقع نتاعها؟ خلينا نقولوا شكرا. هو في الواقع لو كان نحطوا الموضوع في إطاره، يعني موضوع الإصلاح الجبائي في إطاره، الإصلاح الجبائي والعملية الإصلاح ما بدادش باليوم الدراسي اللي نظمته وزارة المالية اليوم بمشاركة العديد من الخبراء، خبراء صندوق النقد الدولي، خبراء البنك الدولي، وخبراء تونسا. هي عملية من عام 2012. وعليش العملية هذه صارت؟ معناها الإشكالية راهو عميقة نوعا ما، على خاطر شفنا سنة 2011 اللي منوال التنمية لو بلان دو ديفلوبمون لو شيما دو ديفلوبمون، هذا منوال ظهر الحدود نتاعو. المنوال التنمية اللي تبعته تونس إلى حدود سنة 2010 و 2011 أعطى نتائج إيجابية في بعض الجوانب، يعني في نسبة النمو، يعني فهمت، لكن ثم معناها العديد من الجوانب السلبية وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية الجهوية وبالفوارق بين الفئات والفوارق بين المناطق. هذاك علاش يلزم نشوفه منوال التنمية لبلان دو ديفلوبمون. وانا نتفكر في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات موضوع الأيام المؤسسة هو منوال التنمية الجديد، ومنوال التنمية الجديد هذايا ينجر عليه مراجعة المنظومة بصفة عامة وخاصة المنظومة الجبائية. وهذاك علاش من نهاية سنة 2011 ولا سنة 2012 بدأ البرنامج نتاع الإصلاح الجبائي. الإصلاح الجبائي هذايا ما هيش عملية نتاع بعض أشهر ولا بعض أسابيع، هي عملية تستغرق وقت طويل ياسر. نحكيوا على 10 سنين تقريب. لا هذايا على حسب ندوتكم اليوم. لا 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 ما فماش 10 سنين، هو معناها العديد من النصوص، معناها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية دخلت حيز التطبيق سنة 2002، دونك عندها هي بطبيعتها عندها 12 سنة. لا، الإصلاح الجبائي بمفهومه الشامل بمفهومه الواقعي بدا تجم تقول في سنة 2011 2012 بداوا يخموا على الإصلاح الجبائي. باه وتكونت لجان في الوقت سمحلي. الإصلاح الجبائي هو راهو توا في الفاس فينال نتاعو، معناها في المرحلة النهائية. علاش؟ خاطر مر بعديد من المراحل. المرحلة الأولى هو التشخيص، ثم مكاتب مكاتب مختصة قامت بوضع الخطوط العريضة للإصلاح هذايا والسيناريوات، معناها لي ديفيرون سيناريو معناها بوسيبل بور ست، معناها بالنسبة للإصلاح هذايا في مادة الضريبة على الدخل، في مادة الضريبة على الشركات، في مادة القيمة المضافة، في الجبائة المحلية إلى آخره، ومربوطة كذلك حتى بالدستور. اليوم الدستور نتاعنا يكرس مبدا اللا مركزيه، لا ديسنتراليزاسيون. ثم عديد من الفصول في الدستور تحكي على اللا مركزيه. اللا مركزيه هذه يلزمها كيف لا مركزيه في مستوى الاداءات، ويلزمها معناها نقويوا الاداءات المحليه اللي توا الاداءات المحليه ضعيفه نوعا ما، ما عندها حتى شيء. معناها ثم ميزانيات بلديات تحكي، يعطيك الصحه، ثم ميزانيات نتاع بلديات، يعني ثم ميزانيات نتاع بلديات كي ناخذوا الميزانيه بالنسبه لكل شخص، يعني رابور من 1 ل 15، معناها تلقى بلدية عندها 15 وتلقى بلدية عندها 1 الرابور، باش نبدا اوضح. ثم بلديات الميزانية نتاعها 650 دينار للمواطن الواحد، وثم بلديات الميزانية نتاعها 42 دينار للمواطن الواحد. دونك معناها المنظومة الكل يلزمها مراجعة. باهي، في المراجعة هذه ثم العديد من المراحل، وتقدمت الوزارة في 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 تحقيق الدراسات هذه، وفما العديد من الإجراءات الموجودة في الإصلاح الجبائي اللي وقع سنها، التخفيض في نسبة أداء الشركات، الأداءات على المرابيح الموزعة، هذوما الكل بداوا حيز التطبيق، وثم عمليات أخرى ما زالوا ما طبقوهاش. دونك اليوم كان يوم تقييمي ويوم تحسيسي ويوم معناها فيه معناها دراسات بعض المواضيع المتعلقة بالعدالة الجبائية، متعلقة بإصلاح منظومة الامتيازات الجبائية، بالإداءات الأداءات المحلية، بتعصير الإدارة. هذوما المواضيع الهامة اللي وقعت تطرق لها اليوم على أساس كما قال
الوزير في المداخله نتاعو فما لي زاسيز اللي مش يقعوا ايامات 5 و6 نوفمبر ذهلي المؤتمر ايام الجبايه فهمت الاصلاح الجبايه وبعد مش ياخذوا معناها الـ 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 معناها النقاط الاساسيه اهم النقاط مش يقع نتخيل معناها يقع ادخالها في قانون الماليه. السؤال اليوم باش نختم يا ترى توا وقته باش ندخلوا الاجراءات هذه حيث تطبيق والا ما هوش وقته في قانون الماليه؟ علاش؟ خاطر نعرفوا في قانون الماليه حسب الدستور يلزم يحضر نهار 15 اكتوبر، 15 اكتوبر بعد اسبوعين راهو. به ويزموا يصوتوا عليه قبل 10 ديسمبر. مشكلة أخرى نتاع المجلس التأسيسي. مشكلة أخرى أنا شو نقول؟ أنا رأيي أنا. رأيي أنا مش وقت إصلاح. أعطيني إجراءات ضرورية لازمة أكيدة متأكدة متعلقة بالميزانية. اللي متعلقة بالميزانية، يلزمنا ميزانية. فهمت؟ وكل ما هو إجراءات جبائية جديدة خليها في المجلس الجديد. نقاط مهمة جدا أنت تحدثت على هل القانون أو الإجراءات الجبائية المستعجلة دونك وكذلك الميزانية اليوم. شكون اي طرف في ظل هالفتره هذه نتاع انتخابات شكون باش يسنها سي فايس؟ المهم ونرجع على النقاط هذه، لكن قبل هذه ديما نحب نقعد في مساله المنظومه الجبائيه في تونس اللي التوازن نتاعها ممكن مش هو معز. نبسطوا الامور، اليوم كي نحكيوا على المنظومه الجبائيه للتونسي البسيط ولا المثقف ولا المتعلم او غيره، شنو المشاكل نتاعها؟ تقريب ندوروا كنا في الشارع التونسي سي فايسل ونخالطوا معنا ناس مختلفه من فئات عده، يقول لك الجبايه هو اداه والجبايه يدفع فيها كان الزوالي ولا الشهار ومش يدفع فيها الغني. خلينا نفهموا اون فوا بور توت معز، شنو هو مشاكل المنظومه الجبائيه للتونسي؟ واضح هو ياسين باش نكونوا واضحين، معناتها الجبايه راهو مساله مهمه للغايه ومساله حتى متعلقه بالسياده نتاع الدوله، معناتها في اي منظومه حكوميه ولا منظومه دوليه ولا في الاطار الاقتصادي معناتها في حد ذاته الجبايه تمثل محور اساسي ورئيسي. علاش؟ على خاطر كي نشوفوا نحن الميزانيه نتاع الدوله واللي هي تمكن الدوله من معناتها تمويل المصاريف نتاعها، منهم الشهاري، منهم التنميه، منهم صندوق الدعم، منهم معناتها ارجاع القروض. المصاريف هذه باش يقع تمويلها اساسا؟ يقع تمويلها اساسا بالجبايه. معناتها راهو نحن قرابه 70 80% من الموارد نتاعنا اللي هي الدوله تصرفهم في الشهاري وفي الاستثمارات جايين من الجبايه. نحن في عام 2014 معناتها باش نعطي ارقام تكون ارقام مهمه ومعبره 18.7 مليار دينار موارد جبائيه عندنا في الميزانيه نتاع الدوله، في ميزانيه معناتها بكلها في حدود 28 مليار دينار. به شنو هو الاشكال وشنو هو المشاكل كما قلت لي انت؟ المشاكل ياسين انه فما اطار تشريعي وفما قوانين وفما معناتها منظومه جبائيه، لكن المنظومة الجبائية هذيك ما هيش قاعدة تطبق بصفة فيها نوع من العدالة، نوع من المساواة، وما هيش قاعدة تطبق بحذافيرها. معناتها نحن ديجا القانون اللي عندنا قبل ما نتعداو الإصلاحات وقبل ما نتعداو التغييرات والتبديلات ثم قوانين ما همش قادرين يطبقوا، وفما رقابة ما هيش قاعدة تتم بصفة آلية وبصفة عادية، وفما آليات مانيش قادرين نستعملوا فيهم، وفما منظومة هذه المنظومة الرجيم فورفيتير معناتها المنظومة التقديرية اللي فيها عدة تجاوزات، وفما ناس تدفع في الجباية وينحيوا لهم الغاج الغاج، وفما ناس مش تدفع في الجباية وعام على عام ماهيش تدفع في الجباية. دونك معناتها ديجا نحن في تطبيق القانون مقصرين باش قبل ما نتعداو الاصلاح، خاطر كما قال سي فيصل المشكله مش في الاصلاح في حد ذاته، نحن بدون رمي ورود راهو عندنا من احسن الخبراء في تونس في الجبايه وعندهم حتى مستوى دولي، سي فيصل دربال منهم بدون سون كومبليزونس نعرف سون كومبليمون كما نقولوا، لكن معناتها مانيش قاعدين نستغلوا في الخبرات هذيا كما يلزم. وكل مره كل حكومه تجي تعمل حاجه معناتها اللي هي في حد ذاتها فيها جانب سياسي وفيها جانب مسقط وفيها جانب معناتها ماهوش متعلق وماهوش على علاقة بالواقع نتاعنا، وكل واحد يحب يعمل حاجة هكا باش يظهر الكفاءات نتاعه وقدراته، وفي الأخير ما نوصلوا لحد شيء. اليوم شنو هو الإشكال الأساسي باش يفهمنا المواطن باش نبسطوا الأمور؟ اليوم قلت لك 18.7 مليار دينار معناتها موارد جبائية. باهي 18.7 مليار دينار شنو يقابلها ياسين؟ يقابلها 10.7 مليار دينار شهري، يقابلها 4.5 مليار دينار خدمات دين،
يقابلها قرابة 6 مليار دينار صندوق الدعم. معناتها ديجا كي ناخذوا الدعم وكي ناخذوا معناتها الشهري وكي ناخذوا خدمة الدين اللي هو مصاريف أساسية يفوتوا الموارد الجبائية اللي هو ما كانش موجود هذا في تونس. معناتها سكون ابيلي سولد بريمير، معناتها لازمنا الموارد الجبائية هذوما اللي هو موارد ذاتية هذوما لازمهم يكفيونا باش نخلصوا معناتها النفقات نتاعنا الأساسية، النفقات العمومية. النفقات العمومية اليوم ما عادش خالتين باش بالموارد الذاتيه نتاعنا نخلصوا النفقات العموميه. هذاك علاش ولا الاقتراض يكمل معناتها هالموارد هذيا، وهالموارد هذيا علاش معناتها ما عادش كافيه؟ على خاطر اول حاجه بون زدنا في النفقات بصفه كبيره ياسر، معناتها 50% نفقات زايده من 2010 الى 2014 وما خلقناش ثروات، وعلى خاطر النمو نتاعنا ضعيف مش قاعد يخلق لنا في الموارد اللازمه، وعلى خاطر شركاتنا ولات ما عادش تعمل في المرابيح ولات هي بيدها حوالها تعبه، وعلى خاطر فهمتي زاده ناس متواصلين معناتها في عدم احترامهم للواجب الجبائي نتاعهم، وفما زاد رقابه ماهيش موجوده كما يلزم من طرف سلطة الاشراف، وفما زاد الاقتصاد الموازي اللي خذا معناتها وقال هذا يا سيد الوزير اشار له انه خذا مكانه كبيره ياسر معناتها 53% من الناتج المحلي الخام يمثل الاقتصاد الموازي. واضح موازي على كل هو لو سيستيم الكل تقريب نتاع الجبائي في تونس ظهر لي معناها كيفاش نقولوا ما فيش توازن تاكل ولا كله تحس المشاكل بارتو معناها من الناس اللي لازمها تدفع الاداءات من دور الدوله من الرقابه برمون معناها شانتي كبير برشا. ناخذوا معنا اتصال هاتفي في هذا الموضوع من عند سي علي الحجري، هو يقدم نفسه على اساس مترشح للرئاسه. مساء الخير ومرحبا بك سي علي. مساء الخير يا سي، مرحبا سيدي. خليني نسلك سؤال اول، هل انه تم قبولك ضمن ال 27 ملف ولا لا؟ لا لا انا اخويا اول منسحب. عضو منسحب باهي كرمت لحيتك بيدك. اي نعم باهي سالي، دونك المداخله نتاعك في هذا الموضوع في شنو تتمثل؟ اخويا المداخله نتاعي علاش ما تقعش مثلا شرطه جبائيه؟ يسمنا احنا في تونس بوليس فيسكال، فهمتني حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه علاش ما يقعش توظيف اداء جبائي على المقيمين التوانسه خارج ارض الوطن؟ الحاجة الثالثة، هل أن المؤسسات المالية اللي في تونس مثلا كالبنوك والمؤسسات الكبرى قاعدين يرغبوا فيها في مجال معناها في إيفائهم بالالتزامات الجبائية بتاعهم؟ معقول. ثم حاجة أخرى بالنسبة عندي مقترح أنا في منظومة رفع دعم معناها ربما خارج على البرنامج في مجال رفع الدعم. عندي برنامج في مجال رفع الدعم. اهم النقاط نتاعو بايجاز. النقاط نتاع رفع الدعم عندك في سميك فوا دو اللي هو 640 دينار. يقع تدعيم سميك فوا دو مبلغ 150 دينار، ثم كل ما زيدوا 10,000 نحيوا دينار من 150 دينار. مفهوم ولا؟ اذا خبراءنا هنا واضح؟ واضح واصل. واضح معناها ثم مبلغ 150 دينار تتعطى معناها تولي 640 بلس 150 640 مع 150 الترفيع باش يكون في المجابهة معناها في الانفلاسيون، فهمتني؟ ثم كل ما تزيد 10,000 تتنحى دينار من ال 150 دينار حتى تمشي في الاخر بكل وقت توصل في حدود 50 دينار تولي معمى حتى للمداخيل اللي تكون اقل من 2000 دينار. والسلام وشكرا. يعطيك الف صحة السي علي الحجري، مواطن تونسي وطبعا منسحب من الترشحات للانتخابات الرئاسية، هكا قدم روحه السي علي. يعطيك الصحة لأنه مداخلة ممكن فيها نقاط مهمة. خلي البداية تكون معاك سي فيصل بعد سي معز، نقطة نقطة تقريبا. هو اقترح مثلا النقطة الأولى معاك سي فيصل، يقول لك علاش ما نعملوش شرطة بلدية تساعد على أو جبائية شرطة جبائية شرطة جبائية عفوا أنا غلط دونك للمساعدة على الرقابة نتاع الأداءات. والله يقول المثل كفو لو بوبل، معناها واش خص كان عندنا شرطة جبائية اللي معناها تتبع المتهربين الجبائيين وتراقب إلى آخره، لكن الوضع نتاعنا اليوم خليني نقولها بكل وضوح وبكل صراحة وأتحمل مسؤوليتي فيها. اليوم عندنا ثقافة تمرد في تونس. اليوم قانون رفع السر البنكي ولا المهني شوف شنو اللي صار فيه. خلي تعمل شرطه جبائيه تو باش نرفعوا السر، تعش بنا رفع السر البنكي، راهو معناها تمكين اعوان المراقبه
من الكشوفات الحسابية في نطاق المراقبة الجبائية. ثم ماشي معناها حاجة أسهل من هذه وحق العقلية للإدارة العقلية. الشرطة البلدية مش تخدم والشرطة مش تخدم واللي يحرق الفروج واللي يجي قدامك قد قدم معناها بعض الفروج إلى آخره. دونك ثم ثقافة التمرد إن شاء الله نخلطوا لها الشرطة الجبائية إن شاء الله. واضح. نقطة أخرى هي معاك معز ويقول توظيف أداء على التونسيين المقيمين بالخارج. لهنا نذكر في البلاتو نتاعي هجت الدنيا وما قعدتش حتى على الريزو سوسيو على موقف انت ابديته معز بخصوص وانه معناها فرض اداء على الليبيين المقيمين في تونس بحكم استهلاكهم انت قلت لي مواد اساسيه مدعمه في تونس. الراي اللي اقترحه علي الحجري في هذا الصدد توافقوا ولا لا؟ لا المقيمين بالخارج ما نجموش نفرض عليهم اداء معناتها ما تجيش العمليه خاطر هما ديجا مقيمين بالخارج وهما ديجا عندهم اداءات يدفعوا فيهم في البلدان اللي مقيمين فيها. طيب مثلا ناخذ مواطن تونسي مقيم في فرنسا معناتها الضريبه في فرنسا والجبايه ثقيله شويه معناتها انا عشت في فرنسا وسي فيصل يعرف زاده معناتها تمشي بالقدا الضريبه الغادي وتنجم ينحيوا لك حتى 50 60% من المداخيل نتاعك والغادي اللعب لا معناتها الناس كل تدفع ما كانش العقاب يكون عقاب صارم. ولذلك تصور انت مواطن تونسي مقيم برا ويروح جوست معناتها فاكونس وباش يتفقد العائله وكل شيء تعمل له اداء معناتها ما عندهاش معنى المعنى يمكن شيء يحكي هو على اللي يجي لتونس. انا تو كي حكيت انت تو جبت لي الموضوع هذاك نتاع الاخوان الليبيين انا اش قلت هنا؟ قلت معناتها فما راهو وضعيه خاصه واستثنائيه انه في العامين هذوما اللي صاروا تونس متعديه مرحله انتقاليه الاقتصاد نتاعها مضرور للغايه عندنا تفاقم في العجز عندنا معناتها بس دو لا برودكتيفيتي دو لا كروسونس ما عادش عندنا مداخيل نحن بدنا ما عادش خالتين باش نوكلوا ال 12 مليون تونسي يزيدوا علينا زوز ملايين ليبيه مرحبا بهم لكن اذا هما باش يقعدوا يعيشوا معايا مش حكايه يستهلكوا في المواد المدعمه برك هما عايشين معانا معناتها ويستهلكوا في الطرقات نتاعنا وفي الانفراستركتور نتاعنا وياكلوا في المدعم نتاعنا مرحبا بهم لكن ماذا بهم يشاركوا معناتها في تمويل الميزانيه. بيه. هذا شو قلنا؟ عندنا موعد الاخبار نزل بشويه تقريبا دقيقتين جرون ماكسيموم معناها باش نعطي الموعد للاخبار كما قلت بعد نرجع ان شاء الله في نفس السياق قبل ما نرجع لسي فيصل المعلوم الجبايه بتاع 30 دينار بالنسبه للتوانسه بالنسبه للي يجيو لبلادنا سواء كان توانسه او غير توانسه ويخرجوا 30 دينار اليوم يدخل حيز التنفيذ ومردوديه نحكيو سي فيصل على 150 مليار ملم تونسي تقريب مردوديه ايجابيه يضيف هذه للخزينه نتاعنا ولا لا؟ انا هذا ما يقلقنيش انا هذا انا مع الضريبه هذه خاطر اول حاجه نحن بدنا كتوانسه ندفعوا فيها معناتها في بلدان اخرى انت وقت اللي تمشي تعمل فيزا لفرنسا والفرنسيس ما يعملوش فيزا لتونس تدفع فلوس 150 دينار ولا 200 دينار معناتها وحتى في بلدان اخرى في العالم موجود كي تدخل غادي فما تامبر فيسكال ولا فما اداء تدفعوا و30 دينار شين 30 دينار معناتها تجي 15 ولا اقل من 15 يورو معناتها 12 يورو ماهوش حاجه كبيره ياسر وحتى بارابول للدولار ما يمكنش ما نفرضوهاش على جيران نتاعنا كما الجزائريين ولا المغاربه ولا الليبيين في اطار معناتها المغرب العربي لكن بالنسبه للاوروبيين فهمتي هما بدهم يفرضوا علينا في اداءات الغادي. واضح. بالنسبه الى المؤسسات الاقتصاديه الكبرى في تونس تقريب اذا عندك تقييم تنجم تتفضل به سي فيصل يقول لك سي علي الحجري المتصل يقول لك هل أن هذه المؤسسات الاقتصادية الكبرى مراقبة كما يجب في هذه الناحية دفع الضرائب المتخلدة بذمتها وإلا لا؟ والله نتخيل المؤسسات الكبرى المنظمة عندها مراقبين حسابات عندها مراقبة جبائية معناها تجم تقول معناها قوية نوعا ما فما إدارة كاملة إدارة المؤسسات الكبرى. نتخيل أن المؤسسات الموجودة في القطاع المنظم لو سيكتور فورمال ديزون 80 90% بيان كونترولي بيان كونترولي المشكلة الكبيرة في الانفورمال الغير المنظم مؤسسات كبيرة ياسر في الانفورمال آلاف المليارات في الانفورمال هذوكم يا خويا لازم نتبعهم نرجعوا للاقتصاد الباراليل هذايا بعد الاخبار نختم معاك في دقيقه ماكسيموم النقطه الاخيره اللي قال عليها سي علي الحجري قال لك انا عمل مقترح منظومه رفع الدعم فسر هنا في دقيقه من زمان هو معناتها المقترح نتاعه انه يزيد في السميك معناتها في الاجر الادنى اللي هو في حد في حدود 287 دينار ببري دونك يحب يزيد فيه هو وحب معناتها يردوا اكثر من 640 دينار هو المشكل راهو مش الزياده في السميك المشكل انه معناتها كي تزيد انت في السميك في الشهريه هذيا اول حاجه لازم عندك نمو اقتصادي قاعد تخلق فيه وثروات قاعد تخلق فيهم باش تنجم تزيد في الشهري وتزيد في السميك زاده سو كي ني با لو كا مانيش قاعدين نخلقوا في الثروه نحن هذه الحاجه الاولى والثاني الحاجه المهمه انك كي تزيد بالطريقه هذه في السميك تضرب في القدره التنافسيه نتاع الاقتصاد الوطني التونسي معناتها الكومبيتيفيتي نتاعنا تيح المستثمر الاجنبي ولا حتى التونسي ما عادش يتشجع باش يستثمر دونك هذه المشكله لكن في نفس الوقت شنو هو الاشكال في صندوق الدعم باش نكونوا واضحين وبعجاله هو انه
12% بركة من مستحقين الدعم يوصل لهم الدعم. معناتها فما اكثر من 80% هي نتاع ناس قاعدين يستنفعوا بالدعم وهما عندهم معناتها كيما يقولوا الامكانيات باش نجموا نحيوا لهم الدعم هذاك. دونك لازمنا الدعم هذاك نعاودوا نوجهوه للمستحقين. هذيك هي راهو الحل. والله على كل شكر ليك معز أجودي وكذلك فيصل دربال خبراء في الاقتصاد. إن شاء الله نمشي مع موعد الأخبار وباش نواصلوا بعد مدة 4 دراج نحكيه في مراحل الإصلاح الجبهية. مهم برشا وأنه بتبيع نجيو على هذه المراحل. دونك إن شاء الله نرجع لكم تود سويت بعد الأخبار.